السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي وعشاق البوسنة والهرسك الجميلة وكل المهتمين في البوسنة والهرسك، إن شاء الله هذا الفيديو يفيدكم. معكم رياض يوسف، رئيس مركز البوسنة والهرسك للتبادل التجاري والثقافي والتنمية الاقتصادية. طبعا هذا المركز تأسس في 2010 ولا زال والحمد لله يزاول نشاطه في الترويج لجميع الخدمات في البوسنة والهرسك. طبعا من أهم الخدمات اللي هي العقارات، ممكن احنا نقدم الى زبائننا الكرام البيوت الصغيره، البيوت الكبيره، المنتجعات، فنادق، ممكن ناسس شركات لهم والكثير الكثير من الخدمات. الاسعار عندنا متناول الجميع وعلى حسب كل واحد استطاعته. طبعا قبل لا نقدم لكم هذه الخدمات، انا شخصيا اقدم لكم الاستشاره المجانيه قبل الشراء. استشارات جدا مهمة لازم تأخذون بعين الاعتبار، اللي هو الاهتمام بموضوع وطريقة التملك، الضرائب، القوانين الجديدة اللي قاعدة تصير في البوسنة اللي ممكن تحميكم، على أساس أنه ما تخسرون في استثماراتكم المستقبلية. وحبيت أنه ممكن أنتم تستفيدون من هذا البلد الجميل ذو الطبيعة الجميلة الخلابة. هذا البلد فيه خير كثير كثير. أنا شخصياً أقدم لكم الاستشارة مجاناً قبل الشراء. إذا عجبتكم الاستشارة حياكم الله، وممكن يسعدني أن أنا أخدمكم. ممكن تيون البوسنة كسياحة واستجمام وراحة نفسية، وإذا حبيتوا الاستشارة ممكن تتواصلوا معي على الخاص، رقمي موجود في هذا الفيديو. أشكركم على المتابعة وألقاكم بإذن الله تعالى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.